السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اليوم ثاني عندي فيديو لكم جديد، ربي إن شاء الله يقدرني رب العالمين ونجيب لكم جديد. خاوتي في التأني سلامة بالعجلة ندامة. ألف تحية وتقدير الناس اللي راه تتبع فيا كامل من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، ربي إن شاء الله يجازيكم ويعافيكم إن شاء الله يا ربي من وباء كورونا. خاوتي اليوم راني في طريق برباشا، طريق ميزور تخرجك في بجاية. ألف تحية وتقدير الناس برباشا كامل وناس وادا ميزور، ربي ان شاء الله يبارك فيهم كبير وصغير، وربي ان شاء الله يبعد عليهم الوباء نتاع كورونا. في تأني سلامة في العجلة ندامة. خاوتي الناس اللي راه تتبع فيها من الشمال ولا من الجنوب ولا من الشرق ولا من الغرب، خاصة خاوتي ناس الهجرة، ربي يبارك فيهم ان شاء الله. اي انسان يشوف بلاده يعني، وخاصة الناس اللي راه عندهم يعني بزاف ما روحوش، ربي ان شاء الله يجعل الوحش نتاعهم والغربة نتاعهم في ميزان الحسنات ان شاء الله يا ربي، وربي يرضي عنهم يا ربي الوالدين ان شاء الله، والناس اللي راهي مرضى ربي ان شاء الله يشافيهم ويعافيهم، والناس اللي راهي خدامة ربي ان شاء الله يعينهم على هم الزمان ان شاء الله يا ربي، وخاصة مستعملين الطريق والناس المبتدئين ربي ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله في العمل تاعو اللي راه في مشروع ان شاء الله، رب ان شاء الله يعينوا. نقول لكم خاوتي حافظوا على بلادكم، راه مسؤوليه في الاعناق. اي انسان يعني يقدر يدير الخير يديره في خاوته، يعني يساعد الناس وخاصه الناس اللي راهي مرضى، ربي ان شاء الله يعافيهم ويشافيهم ان شاء الله يا رب العالمين. يعني والله واحد البلاصه في القمه. خوتي هنا راني دخلت البلدية برباشا. ألف تحية وتقدير ناس برباشا كامل كبير وصغير، ربي إن شاء الله يجازيهم ويعافيهم إن شاء الله من المرض هذا. نخرج إن شاء الله من برباشا ندخل وادا ميزور. خوتي هذه هي مدينة برباشا اللي ما عرفهاش، نخرجوا ان شاء الله من مدينة برباشا ندخلوا في بلدية اميزور. يعني طريق صعيب بس الله يبارك الطريق ما شاء الله. شوفوا هنا وين تبان لك المدينة، خاوتي دروك من هنا وروح، يعني الطريق تزيد غير صعب، يعني منظر مليح بس الطريق تحوس على واحد ثابت يتمشى بعقله، يعني فيها منحدر قوي مازال، يعني راني في الخرجة تاع برباشا وندخلوا ان شاء الله في وادا ميزور. كاين 18 كيلو ولا 15 كيلو. هذه هي الخرجة تاع مدينة برباشا. ألف تحية وتقدير، ابقوا على خير، تهلاو في ارواحكم، ربي ان شاء الله يعافيكم ان شاء الله ويعافي الأمة الإسلامية ان شاء الله من وباء كورونا. خاوتي من هنايا وروح وادا ميزور تبان لك لتحت خلاص، يعني الطريق يعني صعاب يعني لدرجة ما تصورش. هذه يعني ننسى خاوتي البنين يعني يقعدوا مسرجين، راهي صعيبة يعني ما تقدرش تطلعها، وإذا طلعتها ويعود كاين المطر مش راح تطلع لك المركبة تاعك، خطاكش عليها، فيها منعرجات كبيرة وفيها، أنا راني مشيتها تحتمت يعني الطريق كانت مسكرة، واللي تجد منها الطريق خراطة جيت منا، يعني طريق مليحة بصح الواحد مشارجي بزاف عليه، رايح يتعب في الطريق يطول الطريق، فيها لي فيراج بزاف والعقبة يعني راح تتعب نتاع طوموبيلات، هي الحق تاع ربي. وهذه هي الطريق، انا موالف نطلعها من هنا يعني مشارجي، يعني مشيتها نورمال يعني وعقبتها بصح معاناة كبيرة، بصح خاوتي كون تكون كاين المطر راه المركبة تاعك ما تطلعش. هاي وليك هنايا بجاية كاملة تبان يعني تقريب، شوفوا وليك ودا ميزور تحت خلاص. شوفوا حنايا ملي راح ندورو كيما جاي الكاميو هذا، هاي وليك الطريق من هنا وروح تبدا تصعاب الطريق يعني لدرجة ما تصورش. هذه هي المنعرجة هنايا مزيرين بزاف يعني، وقد يعني ما تساعد روحك يعني وعرة. شوفوا الطريق وين تهبط، ها
هذه كاملة طريق هكذا في راجيت كامل. هنا يا منعرج مسكر بزاف، لازم تلتزم اقصى اليسار على الاخر، وتشوف اللي راه ما كانش حتى واحد جاي من هيه، وتدور بعقلك وتروح وين تحب ان شاء الله. راهو يليك شوف رومورك وراهي ولات ال، هاي الطريق لتحت، طريق كاملة يعني منعرجات. هي الطريق يعني قريبة، كاينة 18 كيلو برك، بصح كاملة منعرجات يعني وخطيرة تتحواس الإنسان اللي حوس يحوس الله يبارك. يعني هاي وليك هاي الطريق اللي من هي، شو مني راح ندور، وهذا هو المنعرج. هذه هنا واعرة في الشماخ، يعني كي يكون كاين شماخ وخاصة للور يعني أصعبة للغاية. شوف الله يبارك هذه ال، هذه الطريق اللي كنت صورت لكم فيها قبيله من الفوق، ها وين لك الباليز الفوق، وهنا هذه الطريق. الطريق هذه انا مشيتها بالكادو يعني نورمال، بصح بالنسبه للسيسكات مشارجي راهي صعيبه. وهنا كاينين الناس اللي راهم يسكنوا هنايا يعني يخدموها نورمال، يعني ما كانش فيها حتى احراج، وانسان كيعود يتمشى بعقله وموالف وحافظ الطريق ما يخافش يروح وين يحب. شوفوا هاي وليك الطريق تحت، ما زال شوفوا الراي ليه خلاص، راي هنا يا ما زال تحدر الطريق ميزورة تبل تحت، هنا ما تبينش بالك في راس العقبة الفوق. شوفوا هاو ليك منعرج هني واعرة وسكنات تحت، يعني يتمتعوا بالبلاصة. يا ريت راني في السيارة ونعطي لكم انقاري في بلايس، ونعطي لكم يعني المناظر الجميلة اللي في البلاصة هذه. هذا ثاني المنعرج، هذا ثاني نقطة سوداء، يعني كي تكون كاينة المطر يعني صعيب بزاف. منا ان شاء الله نزورها مرة اخرى في الربيع ان شاء الله يا ربي، ونعطي لكم الجودة تاع البلاصة هذه. شوفوا خاوتي ذاك المسجد يعني الله يبارك ما شاء الله، ربي يعطي الصحة للمصمم تاعو الله يبارك. شوفوا ما شاء الله مازال جديد، هذا مازال مبدأ فيه بالك، ولا راه يصلي ولا ما عارف. او يليك ثاني كاميو مرسيدس تاع جماعة الاوروبي، او طالع ثاني عادي يعني في العقبة، بس الانسان يحترس يعني يمشي بعقله يمشي عادي. شوفوا خاوتي شوفوا الطريق وراي لتحت، شوفوا هنا يا وين ليك الشكمان، هذه الطريق تاع دوار بك ماشي رايح نمشي عليها هنا يا والله. يعني والله بلاصة في القمة الله يبارك، جنة الرحمن في الأرض.
خاوتي يعني كتعود بلاصة فيها من عراجات لبغى يعني راه 18 كيلو كاين 18 كيلو من برباشا الودا ميزور بصح يعني تحس بها صح. شوفوا خاوتي ودا ميزور راه يتبين لكم هنا يا بلدية برباشا تشكركم على حسن الزيارة وندخلوا إن شاء الله بلدية ودا ميزور ترحب بكم هاي بليك ربي إن شاء الله يرفع عنكم هذا الوباء إن شاء الله. شوفوا هذه البلايس شوفوا خاوتي هذه البلاصة هذه هاي بليك كما راهي الكار هذيك كواستر احنا ينفوتوا من ثم وهذه هي الطريق الطريق تحوس على انسان يتمشى بعقله يعني وحتى يتمتع فيها البلاصة هذه. خاوتي نحكيو شوية على القمامة النظافة راه من الايمان والاوساخ من الشيطان ماشي حتى نعود يعني يكتبونا يعني بلايس بلايك انتع اشارات انتع قمامة لا ترمي القمامة الاوساخ النظافة من الايمان الاوساخ من الشيطان الصحافة تتحدث المجلات الناس كامل وإحنا ينجي وديركتومو اللي جي قاري بلاصة كما هذه يرمي القراءة الجدار انتهى الزجاج انتهى والله يرمي حاجة راه قمامة ولا يجيبها من داره يعني بلاصة خلابة الله يبارك كما هذه ونروح أنا نجرأ يعني ونفسدها حتى ما عندكش يعني عندك ذنب يعني في الحوايج اللي رانا نديرو فيهم يعني والله العظيم بلاصة كما هذه الله يبارك ما شاء الله يعني تشرف للعالم كامل يعني الناس راه تحسدك في شجره من هذو الشجرات وحنا يا ديريكتومون نجيو في بلاصه كيما هذه ونجيب اوساخ من داري ونرميهم والضمير تاعي من انبنيش وعدوا معايا ولادي حتى هما ذن يهزوا عليا نظره مش مليحه وتولي الناس كامل دير كيما هكذا. يعني نتمنى من خاوتي ومن ابائي ومن اجدادي يعني الناس تحافظ البلاد راهي تطلع بمالها انا كي نعود ما نحافظش على بلادي ما كاينش اللي راه يحافظ لك ما كاينش حتى واحد والانسان اللي ينظف اللي ينظف الحي نتاعو راهي حتى الدار نتاعو تلقاها يعني نقيه. شوفوا هنا لخاوتي درجه الحراره راهي 28 بصح 31 بصح الرطوبه العاليه هذيك طلينا قربنا للبحر يعني يبدا الميديت يضرب من ذرك. ربي ان شاء الله يقدرنا وربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا وربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا وبعد علينا ربي هذا الوباء ان شاء الله يا ربي. هاي وليك تحت وادي ميزور خاوتي هذه بلاصة قاستها النيران ربي إن شاء الله يحفظ الجزائر إن شاء الله من النيران إن شاء الله يا ربي يحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله. شوفوا خاوتي يعني البلاصة اللي تقيسها النار راهي ما زيش تنوض فيها وعد 5 سنين ولا 6 وباش تتعوض هذيك الثروة الغبية وربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله. خاوتي راني داير واحد الحمله تاع التشجير نتمنى من خاوتي ان شاء الله يعاونوني ولو لبغى بالدعاء ان شاء الله يا ربي ونتمنى ان شاء الله لو كان كل واحد فينا يعني يغرى الشجره لراهي الجزائر كامله خضراء يعني في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب يعني حتى في الصحراء يعني كاينين بلايص اللي يستاهلوا باش نشجروهم ويعني ولا في السهول كيما الجلفه وكيما الاغواط وكيما يعني بلايص يعني يستاهلوا غرس الأشجار بمعنى الكلمة. خاوتي والله العظيم يعني هذا الأيام الناس اللي تستعمل في الكليما في الكليماتيزور واحد صديق راه يعيط
خوتي الناس لا تستعمل في المبرد يعني دائما يعني حافظوا على الهواء يعني يخليه كما الكارو اللي هنايا خليه شويه هم متنفس البروده راهي مش مليحه يعني راح تساعد على كورونا وراح تساعد يعني يكون عندك مرض والله راح ينتقل في جسمك بسرعه يعني الناس اللي راح تستعمل الكلاماتيزور ماذا بهم ينفسوا الكاروات شويه يعني تعود الغرفه تاع القياده يعني كاينه مستهويه البروده هذيك تخرج ما يكونش الانسان عنده ضغط كبير تاع السخانه وما يكونش يعني دايرها بروده فور ودرجة البرودة يعني نركزوها على 22 والله نديروها 25 يعني يجيك شوية بحري برك ماشي سخونة بزاف هنا وادم يزور تقول لك 3 كيلو وجاية 24 كيلو ألف تحية وتقدير الناس بجاية لا تتبع فيها كامل يعني كاينين أطباء يعني اللي نصحوا يعني الكلاماتيزور يعني ما تستعملهاش نهائي بس أخاوتي احنا في الشاحنة يعني وخاصة اللي والف والإنسان كما تعود روح كما تقعد الناس اللي واتفت بالكلاماتيزور يعني مستحيل أنه يقدر يطفيها ولو كيلو أما لا الإنسان ينقص فيها ويتكل على ربي ويدعي ربي العالمين أنه يستر ويستر الأمة الإسلامية إن شاء الله يا ربي وربي إن شاء الله يقدرني ربي العالمين ونجيب لكم جديد أهنا يراني في بلدية أميزور ما زاد لي واحد زوج كيلو والله ونوصلوا تبعوني خاوتي في الرحلة خاوتي هنا راني داخل وادي ميزور ألف تحية وتقدير سكان وادي ميزور كامل كبير وصغير ربي إن شاء الله يجازيهم ويعافيهم إن شاء الله ويحفظهم ربي العالمين من البلاء هذه بلدية وادي ميزور اتجاه إن شاء الله نتاعي إن شاء الله راه اليوم الجاية هذه هي مدينة وادي ميزور أني خوك هنا يترجع فيها مسافة أولويات إنسان يعني يكون يصيب دائما يعني من قريش في لادروات وفي لاغوش علاش كي تعود المدينة يعني صغيرة الله يبارك يعني مدينة وادي ميزور مضيفة ما شاء الله خاوتي هنايا من مدينة وادي ميزور نقول لكم خاوتي تهلاو في رواحكم ادعيوا لي دعوة خير وربي إن شاء الله يقدرني ربي العالمين ونجيب لكم جديد وربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا وربي إن شاء الله يبعد عنا هذا الوباء إن شاء الله يا ربي والسلام عليكم عاونونا خاوتي باللايك وبالجرس وبالكلمة الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.